اكيد ما اكيد حدش احنا انت بتتكلم لو انت مرتبط بحرس الحدود كمان. احنا عارفين طبعا سيادة اللواء مشهور مرتبط كم قد ايه بحرس طبعا الحدود معانا على التليفون، وانت اكيد علاقتك بيه طبعا على طبعا مستوى عالي جدا. سيادة اللواء مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير على الكابتن حليم، سلام يا فندم. مش عارف مين مع حضرتك. طبعا لا طبعا زميلتي سهام موجودة كمان بتمسي اهلا على استاذه حضرتك، سهام. الله يخلي حضرتك، بتمسي على حضرتك اهلا بيك. وبنقول لحضرتك طبعا يعني احنا عارفين قد ايه اللي هو مشهور مرتبط بحرس الحدود، وقد ايه كمان حليم مرتبط بحرس الحدود، لكن كلمنا يعني على حليم اولا وعلى مستقبل حرس الحدود في السنه الجايه والدور الممتاز به، ونشوفه اكيد ان شاء الله نشوفه قريب تاني عوده سريعه للممتاز ان شاء الله. سياده اللواء ان شاء الله تعالى كابتن حليم طبعا قيمه كبيره جدا في نادي حرس الحدود، وعشره عمر 20 سنه في نادي حرس الحدود، وانا مش هتكلم على تجارب شخصيه، اللي كان بيقول ان هو لم يترك النادي لمده 15 سنه مخلص، وتفانى في هذا النادي، وجات له عروض على ايدي انا، وراح فيها يومين ورجع. كان بيحكي لسه. فيعني محمد حليم تعرض لاخطر اصابه ممكن يتعرض لها لاعب في كره القدم، وتعمل له عمليه وهو اتخرج من الملعب، وقعد لحد ما رجع يلعب تاني ويقف. محمد حليم مدرب واعد حقيقي، انا بقولها بكل صراحه، لاني كنت في تجربه، كان لما نزلنا القسم الثاني في اول نزول لنا، وتولى المسؤوليه هو والكابتن سامي قمصان، وعملوا فرقة ما شاء الله، هي الفرقة الموجودة حاليا، هي الفرقة اللي تتهافت عليها كل الأندية دلوقتي، واحنا على ثقة ان محمد حليم هيكون فريق ويقعد يصعد بيه السنة الجاية للدوري الممتاز، يعيد بيه امجاد حرس الحدود اللي فاز بكاس مصر مرتين وكاس السوبر. صحيح صحيح، ثقتنا كبيرة جدا في محمد حليم بمجلس الإدارة برئاسة اللواء باسم، يعني انا يعني اقول عليه ابني وابن النادي، ومتاكد ان هو هيصعد الفرقه دي، وهو بيعاني تمام حاليا لما اللعيبه بتاعته اللي عملها من القسم الثاني لعيبه مجهوله، لان كل الانديه بتتهافت عليها بدايه من حرس المرمى، كل اللعيبه كل انديه الدوري الممتاز بتتهافت على هذه الفرقه دي اللي عملها محمد حليم وسامي قمصان، ده للتاريخ عشان نذكر الفضل للناس دي. وده نجاح ليه يا سياده اللواء، نجاح ليه، وخليني اكد مع حضرتك كمان نجاحه بس مش في الممتاز به، في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه كرجل اول، اعتقد كمان كان بيأدي بشكل جيد جدا، شكل حرس الحدود اتغير بشكل ايجابي، النتائج ما كانتش بهذا السوء لكن ما كانتش مساعداه بشكل كبير، وحضرتك اكيد هتبقى سبورت وعامل داعم لمحمد، لانه نموذج زي ما حضرتك قلت لمدرب واعد، مدرب مش هنقول شاب خلاص لان المدربين الشباب في اوروبا من 30 سنه، لكن مدرب واعد ان شاء الله حط رجليه على الطريق السليم. يعني ده كلام ليس ما فيه مجال شك، لان من اجمل الفترات المباريات اللي لعبها حرس الحدود خلال هذا الموسم تمام، كانت في فترة محمد حليم، كل الناس كانت بتتصل بينا تهنينا حتى واحنا خسرانين. استوديوهات التحليل كلها كانت بتشيد بفريق الحظوظ حتى لما يخسر المباراة، لأن كان في سوء توفيق في بعض المباريات، يعني كان موجود. وأنا من هنا بقول إن مش فريق حرس الحدود بهبوطه للقسم الثاني ليس هو أسوأ الفرق، ولكن كان في 10 فرق كان ممكن يبقوا في مكان نادي حرس الحدود لولا بعض الاخطاء التحكيميه بعد عدم التوفيق، ولكن احنا بقياده محمد حليم وجهازه المحترم المخلصين، واي فريق عمل في مجلس الاداره اللي انا بقول برئاسه اللي هو باسم سبورت كاملا في ظهر الجهاز الفني ده، وان شاء الله الايام وانا بثبت لك ان الفرقه دي ان شاء الله هتكون في الدوري الممتاز، لان احنا برضو عندنا بعض الصعوبات، هو بيعاني محمد حليم في تشكيل فرقه جديده يعني يكاد يكون. طب بالمناسبه دي يا سياده اللواء، حضرتك مسؤول عن التعاقدات، ايه الخطه اللي حضرتك وضعها النهارده لبدايه موسم جديد ان شاء الله، يعني تقدروا ان انتم تصعدوا مره ثانيه للدوري الممتاز؟ بكل امانه ان مجلس الاداره ومحمد حليم ما قعدش لحظه واحده من بعد ما نزلنا، لدرجه ان محمد حليم بدا بيعمل ماتشات وديه
حط عينه على عناصر ومجلس الاداره مشكورا بلاده اللواء باسم. اه الكل طلبات يطلبها محمد حليم من اللاعبين هيتم تنفيذها. وعايزين ان انا اذكر اسماء يعني دلوقتي لان طبعا ما يعني ذكر اسماء دلوقتي ما يعني أسماء بالظبط. ومحمد حليم يعني برضه نقدر نقول كان ممكن يقول اللعيبه اللي عندي دي اللي مش هتتحرك لا تقعد تلعب في الدرجه الثانيه، ولكن اللعيبه دي اخلصت وده النادي فهو برضه وافق على انه ينتقلوا للدوري الممتاز، وده برضه يحسب له. ممكن واحد غير يقول الفرقه دي واللعيبه ديت انا اللي عاملها وانا اللي جايبها وانا اولى لكن هو برضه فضل مصلحه النادي ومصلحه اللاعبين على المجهود اللي بيبذله هو محمد مكي باختيار عناصر جديده جدا ان شاء الله تتفرجوا عليها في الموسم القادم، هتشرف الكره المصريه واللعيبه دي هتستمر معانا في الدوري الممتاز. محمد حليم لما بيختار لاعب ما بيختارش لاعب مرحله ان هو يخليني اعدي بتاع، بيختار لاعب لنادي حرس الحدود. بيبني فريق للمستقبل يعني فريق. مش مجرد ان انا هقعد السنه دي هتقعدني هات لي واحد اصل ده لعيب درجه ثانيه يكسبني، لا بيعملوا فرقه تستمر لنادي حرس الحدود. طب حليم تقول ايه لسياده اللواء؟ طبعا سياده اللواء رحله الكفاح طويله معانا مع بعض من 99 معانا طبعا، وبنعتبره كلنا الاب لينا طبعا، وراجل ليه فضل كبير جدا على نادي حرس الحدود. وسياده اللواء طبعا يعني الواحد مش عارف يقول عليه اي حاجه لان هو يعني يعتبر هرم من اهرامات نادي حرس الحدود. ده حقيقي وليه كل تقدير واحترام طبعا، وحتى باين من طن الصوت كمان والحماس. باين جدا من عايزين تعملوا حاجه حضرتك طبعا. ان شاء الله باذن الله. حضرتك قلت نادي حرس الحدود بقى من علامات الدوري المصري، يعني حاصل على الكاس مصر بشكل كويس، ويمكن الصراع الكبير جدا والموسم الاستثنائي اللي مرينا بيه كلنا، وكان فيه تقريبا زي ما حضرتك قلت اكتر من 8-9 فرق طبعا بيصارعوا على الهبوط، لكن كلنا ثقه في حضرتك ومجلس الاداره، كلنا ثقه في محمد حليم يعني مدرب واعد ان شاء الله، ونشوف حرس الحدود باذن الله الموسم اللي بعد اللي جاي ان شاء الله يكون موجود في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا لك سياده اللواء مشهور. شكرا جزيلا.